أن الكثير من الأسباب التي تم الحديث عنها هنالك أسباب أخرى، وهو التغير المناخي الذي ما زال الكثير من الدول الصناعية العشرين أو السبعة الكبيرة ما زالت تبعث ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون. هذا الإنتاج الهائل للأجهزة التي تقدم العوادم أو أول أكسيد الكربون إلى الفضاء أيضا مؤثر على الآن العواصف وأيضا الفيضانات والسيول والزوابع وغير ذلك. فهذه لابد أن يكون هنالك اهتمام بهذا الجانب. القضية الثانية أن الكثير من الموارد للدول الوطنية لا تستخدم للتنمية، لا التنمية الاجتماعية ولا تقليل الفقر ولا تقليل الأزمات الاقتصادية. فالصرف على التسليح أيضا إحدى الأسباب التي لا يتم الحديث عنها. فنجد أن دول الخليج على سبيل المثال ودول أخرى تشتري السلاح لزيادة العمليات العسكرية وزيادة الحروب الداخلية وزيادة النزاعات الداخلية أيضا، وهي إحدى الأسباب التي تجعل إمكانيات كبيرة للفقر، لأنه دائما النزاعات المسلحة تكون إحدى نتائجها هو النزوح أو اللجوء. فلذلك في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي الدول الأخرى ليبيا وغيرها ميانمار وغيرها، هذه أيضا تصدير السلاح والإنتاج الكبير للسلاح أيضا إحدى الوسائل الرأسمالية لزيادة النزاعات المسلحة التي تؤدي إلى نقص الغذاء وأيضا عدم وجود تنمية، لأنه الكثير من الدول ميزانياتها تخصص نسبة كبيرة منها إلى التسلح. نعم كلام جميل، لكن هنا أستاذ محمد يعني ما زلنا نتحدث عن الأسباب وكل التقارير تشير إلى الأسباب، التغير المناخي، الصراعات، فيروس كورونا، لكن هل من حلول سريعة في ظل كل هذه الصراعات والأزمات، أم أن العالم برأيك يستسلم للمجاعة؟ أنا أعتقد بأنه بعض الدول بدأت أن لا تستسلم وإنما تحول ميزانياتها إلى الصحة والتعليم وتقليل نسب شراء الأسلحة وتعمل خطط خمسية أو عشرية لتقليل الفقر. أيضا أعتقد إحدى الأساليب التي يجب أن تكون هنالك لتقليل المجاعة هو الاهتمام بتقليل المساحات التي باتجاه التصحر، لأن هنالك التصحر إحدى الأسباب التي تقلل نسبة الإنتاج الغذائي. أيضا نجد بأن هنالك الكثير من القوى العاملة الزراعية، يعني القوى البشرية ذات الإمكانيات الزراعية موجودة معطلة في النزوح أو في الهجرة، وهذه أيضا تجعل إمكانية أكبر للتصحر للمناطق التي يهاجرون منها. نعم أشكرك. النقطة الأخرى أعتذر منك، النقطة الأخرى نعم باختصار لو سمحت. النقطة الأخرى الهامة وهو عمل اتفاقيات لجعل المياه غير الملاحية ما بين الدول سلسة وديمقراطية ولصالح الجميع. نعم أشكرك جزيل الشكر المحامي والناشط في حقوق الإنسان السيد محمد سلامي، كنت معنا مباشرة من بغداد.